وبالتالي السؤال هنا إلى السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. حضرتك كشفت في واحدة من جلسات هذا المؤتمر عن أن البنك المركزي بيعمل على خفض مخاطر تذبذب الأسعار وعدد آخر من الإجراءات ما يهدف لاستقرار السوق. كيف يمكن أن تساند السياسة النقدية جهود الدولة في تطوير القطاع الصناعي؟ أشكر حضرتك وبشكر السيد الوزير على العرض. أنا عاوز بس في عجالة كده أتكلم على الوضع العالمي الأول في ثانية. هو أن إحنا كنا كل اتجاه العالمي كان ماشي في طريق العولمة بعد الكوفيد والإجراءات اللي حصلت، الأحداث اللي حصلت في الآخر بقى في حد أدنى من الصناعات مطلوبة في كل بلد، وابتدت كل بلد تبقى عايزة يبقى عندها سلاسل الإمداد بطريقة مختلفة وإلى آخره. بالنسبة للجزء المحلي، أنا قبل ما اتشرف بتكليفي بالبنك المركزي كنت جزء من مبادرة رئاسية اسمها ابدأ. المبادرة دي كان الغرض الأساسي منها توطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة. الرسالة هنا هي أن أنا اكتشفت بالتعامل المباشر واحتكاكي بالسادة الصناع والتجار أن التجارة أسهل بكتير والصناعة صعبة ومحتاجة جهد أكبر وجهد أطول. وأنا بس أقول لحضرتك لو في حاجة كويسة طلعت من الأزمة اللي احنا فيها في العالم كله وفي مصر اللي هي جزء من العالم، هو أن تم التركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص. بديت أشوف أياميها مستوردين كان كل اللي بيعملوا استيراد بيحاولوا يجيبوا التقنية والنوهاو من برة ويشتغلوا في الصناعة اللي هي الصناعة طبعا عارفين أصعب ومدتها أطول. وأنا بعد إذن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أدي الكلمة للأستاذ جمال عمل عرض بسيط وفي الردود. شكرا فندم.